في شغلة أخيرة خليني أحكي عنها من النقاط اللي معاي، وبعدين هحاول أخذ منكم تعليقات أو أسئلة يعني من عندكم. مريبة، القصة اللي طلعت الآن برئيس برشلونة أعلن تماما أنه إذا اللاعب ما تغير حيتم بيعه، اللاعب ما له مكان في برشلونة إذا ما جدد، وتكلم أنه لازم لعيبة لاماسيا يكونوا محترمين تمثيل برشلونة وما يكون كل شيء فلوس. كلام هذا الإداري صحيح، إذا برشلونة حابب يرجع يستفيد من أولاد لاماسيا ما بيزبط تطلع اللاعب 4 شهور بعدين يدق الباب بدي فلوس بدي فلوس بدي فلوس. يعني مش منطق، مش منطق بالنسبة للي بيحكي برشلونة. كلامه صحيح انه مش منطق كل لاعب بلعبه 6 شهور بصير بده 3 أضعاف راتبه، خصوصا اني انا منزل رواتب لاعبين، خصوصا ان انا في ازمة مالية، خصوصا انا مستغني عن ليونيل ميسي. فكلام ادارة برشلونة في هذا الوقت منطق، لكن ايضا لازم يعرف لابورتا انه هذا مش زمن 2003 2004، مش الزمن الاول القديم. ليش؟ اولا برشلونة ما بقدم حاليا افضل كرة عشان نحكي اللاعبين كلهم حابين يكونوا معه، هذا متفقين عليه. ثانيا وهو الاهم، تغيرت كره القدم، الشباب الصغار اللي عمره 18 و19 قاعدين بياخذوا رواتب مجنونه الان على امل يصيروا لعيبه. يعني زمان كان اللاعب لازم يثبت نفسه ويقول انا مش طبيعي بعدين ياخذ فلوس. في الزمن هذا للاسف اصبح اللاعب والله انا ممكن اصير مش طبيعي فادفعوا لي فلوس الان، فتغير الوقت. فبالتالي برشلونه محتاج مشكله، يعني وضع برشلونه الان بحد مساله الشباب محتاج يحل هذه المشكله الموجوده، انه اللاعبين عم بيشوفوا رواتب عاليه تنعطى لشباب صغار في انديه اخرى. وليش احنا لا؟ ما تجيش تقول لي مشكله ماليه، ما تجيش تقول لي بدي اعتمد على ماسي، انا ما لي علاقه بتاريخك وسياستك وهذا الكلام. فانا اعتقد مشكله مريبة الان انه عم بتطلع بنظره من الخارج كانه بيلعب بعرض بالدوري الانجليزي، ومشكله برشلونه كانه بيتكلم بقيم برشلونه تاعت لاماسيا. الاثنين عم بتطلعوا على القضيه من منظورين مختلفين، وبالتالي كان صعب جدا يتفقوا. الان حلو برشلونه ياخذ موقف ويخلي مريبة يطلع، لكن هذا في خطر. شو الخطر؟ انه لو مريبة طلع وتألق ولعب كويس واخذ راتب، كل الشباب الصغار الثانيين حيجوا يدقوا الباب بدنا نطلع، لانه هي طلع ونجح. فبالتالي او لو طلع فشل ممكن برشلونه يكسب هون اللعبه مع الشباب، شوف شو بصير فيهم اللي بيطلعوا، اهدوا تنظبط امورنا نعطيكم راتب. وبالتالي مريبة مساله فيها مغامره، لكن انا شايف موقف برشلونه منطقي من وجهه نظره، وموقف اللاعب ايضا منطقي من وجهه نظره، وكل واحد بيلقى مصير قراره.